ورغم إجراءات الحجر الصحي إلا أن البعض يفضل ممارسة نشاطهم الرياضي ولكن بالالتزام واحترام النصائح الطبية. ليلى محمد محتوت. في وقت يرتفع فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 عبر العالم، فإن النصيحة الدائمة لتقوية مناعة الجسم وتحسين أداء الجهاز التنفسي هي ممارسة الرياضة باعتبارها خير وصفة علاجية لصحة جيدة. كي نجري ونجري باغ اكزومبل ا دو مي ليسباس تجي تجري تنحي على بالك تمشي ريحة هواء. كل واحد اللي يوقي روحه بيان سور باس لا علاج ما كانش يجري زود زود بلي تاع يخلي توجور لا ديستونس اللي امروا به الميدسان. عند الشخص الغير مصاب بالفيروس يحبذ انه يقوم بالحركات الرياضيه. حاليا الناس يطرحوا السؤال كيف نقوموا بالحركات الرياضيه واحنا الملاعب كلها مغلوقه والاماكن العامه مغلوقه. هذا لا يمنع أن الإنسان حتى في بيته عنده 4 مترات يقدر يروح ويرجع يروح ويرجع ويدير حركات رياضية. المهم ينشط الدورة الدموية تاعه وينشط دقات القلب، وهذه تؤدي طبعا إلى رفع جهاز المناعة. أولا من ناحية النفسية الإنسان يحس بروحه باللي راهو أحسن لأنه مارس حركات رياضية. دائما أخذ بعين الاعتبار عدم الاكتظاظ واستعمال وسائل الوقاية واحترام المسافة، هذه ضرورية قضية المسافة. على الأقل قلنا متر ونص مترين، أنا نقول مترين أو 3 مترات. ممارسة الرياضة بشكل عقلاني وحدها كفيلة على تقوية جهاز المناعة وتجنب المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا.